السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرح مع بعض التفاعلات الأمين، هنظبطهم إن شاء الله وتلاقي إن الأمور بسيط وميسر معاك. كنا شرحنا إحنا في الأول الأمين والتسمية بتاعتهم والكلاسيفيكيشن بتاعهم، وبعد كده شرحنا العوامل اللي ممكن تكون بتأثر على القاعدية بتاعة الأمين. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح الفيزيكال بروبرتيز أوف أمين، واول طريقه من طرق تحضيرات الامين. وتعالى بقى نبدا كده على بركه الله واحده واحده مع بعض، الامور ميسره والكلام مكتوب معاك في الورق، فانت هتتابع معايا سريعا من الورق فتلاقي الامور تنجز. فاحنا دلوقتي بنشرح البروبيرتيز اوف مين، اوف امين. تعالى نلخصهم في كلمتين. اولا انت عارف الامين في منه امين برايمري وفي امين سكندري وفي امين تيرشري، طبعا وفي الكواترنري، لازم تبقى عارف المعلومة دي. الكواترنري ده بيكون سولت، والكواترنري سولت ده خلي بالك يا دكتور ده ووتر سولوبل، لان دي املاح بتدوب في المية. تمام. طب بالنسبة للعيلة دي اللي هي عيلة البرايمري والسكندري والترشري، برايمري وسكندري وترشري، عايزك تعرف معلومة اساسية. ايه المعلومة الاساسية يا دكتور؟ طول ما الامين اقل من 5 كربون فهو يذوب في الماء. انا عايز انجز معاك اهو. العيله دي ايا كان على الكربونات فهي دايبه عشان دي املاح، لكن الجماعه دول طول ما الامين اقل من 5 كربون يذوب في الماء، اكتر من 5 كربون لا يذوب. طبعا انت عارف لزياده الجزء الايه العضوي. طب عرفتها المعلومه دي. ايه المعلومه الثانيه؟ انت ملاحظ ان البرايمري امين والسكندري امين بيحتووا على اتش، بهم اتش، فالجماعة دول كان فورم انتر مولوكيولر، يقدروا يعملوا انتر مولوكيولر هيدروجين بوند. ده معناته ايه؟ ان البرايمري والسكندري اعلى من التيرشري في البويلينج بوينت. يبقى لما اسالك ليه البرايمري والسكندري اعلى من التيرشري في البويلينج بوينت، فانت عارف يا دكتور ان البرايمري والسكندري فيهم اتش بيعرفوا يعملوا انتر مولوكيولر هيدروجين بوند فهم اعلى في البويلينج بوينت. طب كانت في حاجه بقى بتعتمد عليها قوه الرابطه الهيدروجينيه. بص الحته دي، قوه الرابطه الهيدروجينيه بتزيد بزياده سالبيه الذره، يعني الاو اعلى سالبيه من النيتروجين. بقول لك بقى ليه المعلومه دي؟ عشان يهمني تعرف ان الاحماض الكربوكسيليه اعلى في الغليان من عيله الامين، او ان الاحماض الكربوكسيليه اعلى من الكحولات والكحولات اعلى من الامين. طبعا دول بيعملوا روابط هيدروجينيه ودول بيعملوا روابط هيدروجينيه، بس يهمني تعرف طبعا ان قوه الرابطه الهيدروجينيه في الاحماض الكربوكسيليه والكحولات بتكون اعلى من مين؟ من الامين. يبقى انت كده في السبوره دي هي موجوده عندك كامله، موجوده في الورق، انا ظبطتها لك في سبوره واحده اللي هي بخصوص الخواص الفيزيائيه لعيله الامين. وبكده نكون خلصنا من الخواص الفيزيائيه. يلا ندخل بقى على بركة الله على تحضير الأمين. تحضير الأمين. تحضير الأمين هنشرحه على 3 فيديوهات. في فيديو هنشرح فيه تحضير الأمين بالنيوكلوفيليك سبستيتيوشن، وهنعرف الأفكار اللي موجودة هنا. أصلا النيوكلوفيليك سبستيتيوشن فيها طريقتين، طريقة دايركت وطريقة جابريل، والطريقة دي لا يخلو منها امتحان طريقة جابريل. والطريقة التانية اسمها كده ريدكشن اوف نيتروجين كونتيننج كومباوند، اللي هو اختزال المركبات اللي فيها النيتروجين. والطريقة التالتة من حاجة اسمها كده ريدكتيف امينيشن، دي من الالدهيد والكيتون. يبقى انا عندي كده 3 طرق اساسيه لتحضير الامين. تعال بقى نبدا الطريقه الاولى في الفيديو ده باذن الله، اللي هي طريقه الدايركت او النيوكلوفيليك سبستيتيوشن لتحضير الامين. وتعال بقى نتفرج على الطريقه دي. يبقى انت كده بتدون والطرق كلهم مكتوبين قدامك في الورق كده، فالموضوع هينجز معاك باذن الله. طيب يبقى نمره 1 سينسز اوف امين باي نيوكلوفيليك
substitution reaction. ونبدأ بقى بالطريقة الأولى لأنه كان فيه طريقتين. الطريقة الأولى اسمها direct nucleophilic substitution. ايه بقى يا دكتور الدايركت نيوكلوفيليك سبستيتيوشن ميثود دي؟ بص بقى يهمني تعرف ان الدايركت دي السمبلست ميثود، دي ابسط طريقه. ده نمره واحد. نمره اتنين ماشيه بالاس ان 2 رياكشن ميكانيزم، فكره كانت شرحت في تفاعلات الالكال هالايد. طيب نمره تلاته كل فكرتها بفاعل نشادر مع الكايل هالايد. نمره اربعه هي اسوأ طريقة لتحضير البرايمر امين. ليه؟ هتكتب وراي الملحوظة دي، لان بيحصل مالتبل، كلمة مالتبل يعني متعدد او بولي. ممكن نقول مالتبل سابستيتيوشن يعني استبدال متعدد، وممكن نقول الكايليشن يعني بيركب اكتر من الالكايل. يبقى اهو دي السيمبل استميسود بالاس ان 2 نشادر مع الكالالايد، هي اسوأ طريقه لتحضير برايمري لان بيحصل مالتيبل او بولي سبستيتيوشن او الكايليشن، وهي الطريقه الافضل لتحضير الكواترنر. افضل هي اصلا الطريقه الوحيده اللي بحضر بيها الكواترنر امين. طيب الطريقه دي بتحصل على طريقتين يا دكتور، تو ستيبس. ايه هما التو ستيبس بقى؟ على خطوتين. الخطوة الأولى نيوكلوفيليك أتاك، والخطوة الثانية ريموفال أوف بروتون. أصلا بيتكون مركب كده لما بعمل هجوم بالنيوكلوفيل على شحنة موجبة، ففي الخطوة الثانية بشيله. تعال بقى نتفرج على الطريقة دي ونعرف أفكارها. يبقى أنت فهمت المعلومتين دول، ولو بصيت في الورقتين اللي أنا كاتبهم لك. نبدأ بقى الطريقة ونتفرج عليها على بركة الله كده. صلي على الحبيب كده وركز معايا على الطريقة التالية. احنا قلنا هنجيب RX اللي هي الكال هالايد زائد مين يا دكتور؟ زائد نشادر. التفاعل هيمشي بميكانيزم اسمه SN2. طب انت فاكره من الالكال هالايد اصلا، ده كان جود نيوكلوفيل مع الكال هالايد، ده نوع برايمري لو تفتكر يعني، فيحصل تفاعل SN2. دي تيجي تهجم هنا تطلع X، فبيدينا كده RNH3 على شحنه موجب. التفاعل ما انتهاش. دي ستيب نمره كام؟ واحد. احنا كنا سميناها مين؟ نيوكلوفيليك اتاك. قلت لك كان في ستيب نمبر 2 اللي كنا بنعمل فيها ايه بقى؟ ريموفال اوف بروتون، بشيل بروتون. تيجي واحده نشادر ثانيه روح ساحبه الاتش دي يعني، فهمت؟ فيطلع معايا مين؟ ار ان اتش 2. فهمت كده؟ ايه اللي طلع معايا ده؟ برايمر امين. هل التفاعل انتهى؟ لا. التفاعل بقى ده ليه عيب، ان البرايمر امين ده اللي هو اتكون معانا اللي هو ار ان اتش 2 هيروح يتفاعل ثاني مع الكايل هالايد. مش احنا قلنا عيب الطريقه دي ان بيحصل مالتيبل سبستيتيوشن، وده شغال كنيوكلوفيل يجي يهجم هنا تاني، فهيدينا مين؟ هيدينا ار. طبعا كده كده الاكس بتطير، اصل ده اس ان 2 وتركب، يبقى هنا الار راكب عليها ان اتش 2 هنا ار، ودي على شحنه مين؟ موجب. دي ستيب نمره كام؟ واحد. ستيب نمره 2 بنشيل الاتش فيدينا ار ان اتش ار، صح؟ مش تبقى متعادله. حضرنا كده مين؟ سكندري امين. هل يا دكتور التفاعل هينتهي؟ طبعا لا، يروح السكندري امين يتفاعل مع الكال هالايد تاني يهجم، طلعها على طول بقى نعمل الخطوتين مره واحده يدينا تيرشري امين. انا عملت الهجوم وسحبت الاتش، ده لسه هيهجم تاني على الكال هالايد كمان يدينا كواترنري امين. ده اللي هو مين كده؟ كواترنري. يبقى الفكره اللي انا عايزك تعرفها ان التفاعل ده بقى كان ليه عيب، ان بيحصل مالتيبل سبستيتيوشن. كنت انا شرحت لك قبل كده وهشرح لك تاني واكدها لك ازاي نحول التفاعل ده لمور براكتيكال، او ازاي نخلي التفاعل ده اكثر فاعليه او اكثر فايده. يبقى انت كده فهمت استبدال مره واثنين وثلاثه واربعه، وعرفتهم انت وانا مدونهم لك، ودول كان سبق شرحهم اصلا. الفكره بقى ازاي احول التفاعل ده، ازاي احول التفاعل ده لطريقه افضل، او السؤال بصوره تانية ازاي احضر برايمري امين فقط وما كملش، وصوره تالته ازاي احضر كواترنر امين. طب ما هو اصلا بيحضر كواترنر، بس انا هقول يعني ايه اللي بيحصل يخلي الكواترنر يتحضر
وايه اللي بيحصل يخلي البرايمر امين يتحضر. بص بقى دكتور ركز معايا، معلومه مهمه جدا جدا جدا. احنا اتفقنا ان التفاعل وحش مش عارف اوقفه، وبيحصل حاجه اسمها بولي الكايليشن، يعني بيركب اكتر من الكايل، وده اللي كان بيخليه يحضر مين كواترنري. او كان بيحصل حاجه اسمها مالتيبل، كلمه مالتيبل يعني متعدد، سبستيتيوشن استبدال متعدد، صح؟ ليه كان بيحصل الكلام ده؟ اديك هتدون ورايا الملحوظه دي. كان بيحصل الكلام ده لان كل امين بيتكون بيلاقي ار اكس موجوده بيهجم عليها تاني، فالتفاعل بيكمل. يبقى اللي كان بيخلي التفاعل بيتكمل هو وجود مين؟ الار اكس اللي هو الالكال هالايد. فكل ما كان التفاعل يحصل مره يلاقي الكال هالايد موجود، فالتفاعل يحصل الثانيه ويحصل الثالثه ويحصل الرابعه، فكانت دي الازمه. احنا بقى ازاي نحوله براكتيكال؟ عايزك تركز معايا في الفكرتين اللي انا هكتبهم لك وهتدونهم وتلاقيني كاتبهم لك، وتكتب الملحوظه جنبي. وانت عرفت ان هو في العادي بيطلع ليك كواترنري، عشان كل ما بيطلع امين بيهجم ثاني وبيهجم ثالث عشان فيها الكال هالايد موجوده. تعال بقى بص الفكره اللي انا هوريها لك بقى. ايه بقى السؤال؟ بص السؤال بقى جالك ازاي؟ جالك ان ده الكال هالايد اهو سي ال مثلا، وعلى السهم هنا نشادر. طبعا انت فاهم ان احنا كنا نشيل السي ال ونركب ان اتش 2، صح؟ اللي هو التفاعل ده اللي هو مين؟ السن 2. انا كده حضرت مين؟ الامين. وكنا قلنا في معلومه مشكله بقى، التفاعل ده بيكمل بقى. ازاي بقى انا هخليه يقف على البرايمري فقط؟ قلت لك المشكله اللي بتخليه يكمل ان بعد ما تكون الامين بيلاقي الكال لايد تاني فبيهجم عليه. بص ازاي بقى بيخلوه يقف على البرايمري، يحطوا النشادر ان اكسس، يبقى هام جدا. بص لو انا حطيت نشادر كتير التفاعل هيقف على البرايمري ومش هيكمل، لان انا قلت لك اللي كان بيخلي التفاعل يكمل ان البرايمري امين ده اللي اتكون بيلاقي الكال هالايد تاني فبيتفاعل معاه. احنا بقى عشان ما نخليش ده يبقى موجود بحط نشادر كتيره، فطول ما في نشادر كتير النشادر اللي عمال تهجم النهار كله على الكال هالايد فيتكون برايمري، مش لسه البرايمري يرجع يهجم تاني على الكال هالايد. يبقى انا السؤال لو انا ازاي احضر برايمري، بس حط اكسس ان اتش 3 ده يخليه يقف على برايمري. طب والكواترنري؟ تعال اوريك السؤال اللي جاي ده. بص جاب لك مين؟ ادي امين اهو، وحطينا على السهم سي اتش 3 بي ار اللي هي الكالايد. بس بص الاكسس في مين بقى؟ الاكسس في الالكال هالايد. طب ما انا لسه جايل لك قلت لك لما تبقى الالكال هالايد كتيره كده هيحضر مين؟ كواترنري. ولما تكون النشادر كتيره هيحضر مين؟ برايمري. يبقى التفاعل ده عشان يتحول لصوره افضل، ايه اللي بيعملوه فيه يا دكتور؟ ان هم بيحطوا الامين بصوره كميه اكتر، فطالما الامين كتير فالتفاعل يحصل مره واحده بس. اما لو الالكال هالايد كتير فالتفاعل يحصل الاربع مرات اللي احنا جايلينهم. فبما ان هنا السؤال ده بقى، يبقى انت تركز بالك، خلي بالك يعني من السؤالين دول لما يجوا لك في الامتحان، يعني مين الكتير؟ هل النشادر هي الكتيره ولا الامين هو الكتير ولا الالكال هالايد كتير؟ بما ان الالكال هالايد كتير فيحصل مالتيبل سبستيتيوشن، فبص اللي هيحصل ده. هتركب اول واحده، ما هي طبعا يحصل تفاعل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن السن 2 ونطلع البيار نركبه اول واحده، تبقى ان اتش سي اتش 3، ويحصل التفاعل كمان مره تبقى ان سي اتش 3 سي اتش 3، ولسه دي شغاله كنيوكليوفيل فالتفاعل يحصل كمان مره ويحضر لي الكواترنري اللي عليه شحنه موجبه اللي هي الصوت. يبقى اذا خلص التفاعل بتاع تحضير الامين من الدايركت نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، وعرفت الفكره. التفاعل ده كان ليه عيب ان بيحصل مالتيبل، فعشان نخليه ما يحصلش مالتيبل احط نشادر كتيره، لكن لو سبته بالظروف العاديه او الالكال لايد كتير فبيحصل مالتيبل فبيحضر لمين؟ الكواترنري. كان ده التفاعل الوحيد لتحضير الكواترنري، وكان اسوء طريقه لتحضير البرايمر اللي كان بيحصل مالتيبل، بس ممكن نحضر منه برايمر ان انا احط نشادر كتير. وبكده اكون خلصت من هذا التفاعل اللي هو تفاعل تحضير الامين بالدايركت نيوكليوفيليك سبستيتيوشن، وندخل بقى على بركه الله على التفاعل الثاني اللي هو تفاعل تحضير الامين من خلال طريقه العالم اللي اسمه جابريل.
يلا بقى نشوف التفاعل بقى اسمه يا دكتور. اسمه كده جابريل سينسز اوف برايمري امين. يبقى من قبل ما اشرح انت عارف اهو طريقه اسمها مين، جابريل سينسز اوف برايمري امين، كلام صريح، طريقه جابريل هام جدا هام جدا. هذه الطريقه تحضر البرايمري امين فقط، دي اول معلومه، ولا تحضر السكندري ولا التيرشري ولا الكواترنري. هذه عرفت المعلومه الاولى. خد المعلومه الثانيه، هذه الطريقه يستخدم فيها ماده كده اسمها فيسالا ايمايد. يبقى هذه الطريقه بيستخدم فيها ماده اسمها فيسالا ايمايد. المعلومة الثالثة، هذه الطريقة تحضر البرايمري مين؟ أمين الأليفاتي فقط، لا تحضر الأروماتي. الأروماتي يا دكتور اللي هو الأنيلين، عشان دي بتبقى مواضع الأسئلة. يبقى طريقة جابريل لتحضير البرايمري أمين، والبرايمري أمين دلوقتي بيكون أليفاتي، طريقة جابريل بتستخدم فيها مادة اسمها فيسالا إيمايد، طريقة جابريل ما بتحضرش السكندري والترش ورار الكواترنري، طريقة جابريل بتحضر برايمر امين الاليفاتي بس، عشان دي مواد الاسئلة، وما بتحضرش مين؟ الاروماتي. عرفت المعلومة دي. ايه بقى المعلومة التانية بقى؟ يبقى انت لو هتدون دول عندك في الورق بتاعك في ظهر الورقة، دون لي ثلاث معلومات بتحضر برايمر بس ويكون اليفاتي ما تحضرش الاروماتي، بستخدم فيها مادة اسمها فيسالا ايمايد. خلي بالك مش امايد، اسمها ايمايد بالاي. ايمايد. فيسالا ايمايد مش امايد. ودي بتحضر برايمر امين الاليفاتي، مش الاروماتي، مش الانيلين. حلو. ايه بقى التفاعل ده بقى بيحصل على 2 ستيبس ده، يبقى ده 2 ستيبس رياكشن، تفاعل بيحصل على خطوتين. ايه هما بقى؟ الخطوه الاولى اسيد بيز رياكشن، اللي بيحصل فيها ان انا بحول الفيسالا ايمايد الى نيوكلوفيل. يبقى انت عرفت كده، يبقى انا هشوف محلل. يبقى الخطوه الاولى اسمها اسيد بيز رياكشن، وهتشوفها لما اجي افردها لك، بيتحول فيها الماده اللي اسمها فيسالا ايمايد الى النيوكلوفيل، ده ماده حفظ دي. الخطوه الثانيه بقى، قول لي كده دكتور ايه اللي بيحصل في الخطوه الثانيه؟ تروح بقى الفيسالا ايمايد اللي تشتغل كنيوكلوفيل تهجم، والكلام ده كله بيتكون لي حاجه اسمها الكايليتد ايمايد. يعني لما هاجم بيكون الكايليتد ايمايد بنعمل له هيدروليسيز، هيدروليزد باي اكواس بيز. يبقى التفاعل بيتم على خطوتين. ايه هي؟ قولها لي كده يا دكتور. الخطوه الاولى اللي هي الماده بتاعتنا اللي اسمها فيسالا ايمايد بتعمل اسيد بيز رياكشن، والخطوه الثانيه في التفاعل ان الفيسالا ايمايد هتهجم والكلام ده يدينا حاجه اسمها الكايليتد ايمايد، والالكايليتد ايمايد اللي اتكون معانا تمام هنعمل له هيدروليسيس في الخطوه الثانيه. تعال بقى نتفرج على الفكره ونعرف الافكار دي كلها والكلام ده كله، ويلا على بركه الله. الطريقه الثانيه اللي هي طريقه جابريل من اشهر الطرق لتحضير برايمر امين الاليفاتي، وهي افضل طريقه لتحضير برايمر امين الاليفاتي. طب فالناس بدات تسال بقى، انا عايز اعرف ايه هي الفيسالا ايمايد دي يا دكتور؟ اهي عباره عن حلقه بنزين اهي، وفي هنا سي دبل بوند او، وهنا سي دبل بوند او، وهنا ان اتش. اهي الماده دي اسمها مين؟ فيسال ايمايد. خلي بالك اي مش ايه، فيسال ايمايد مش فيسال امايد، اسمها فيسال ايمايد تمام. يبقى الماده دي اسمها فيسال ايمايد. حلو. ايه بقى الفكره؟ احنا اتفقنا ان التفاعل بيمشي على خطوتين، الخطوه الاولى اسمها اسيد بيز رياكشن، بنحول الفيسالا ايمايد الى نيوكلوفيل وبنهجم بيها، بنهجم بالاس ان 2 رياكشن. والخطوه الثانيه يبقى دي الخطوه الاولى فيها كذا حاجه، اسيد بيز رياكشن وبنحولها لنيوكلوفيل وبنهجم اس ان 2، والخطوه الثانيه بنعمل هيدروليسيس. فتعالى بقى نفهم، يبقى الماده دي اللي اسمها مين؟ فيسالا ايمايد. الماده دي ليها معلومه صغيره يهمني انت تعرفها يا دكتور. ايه بقى المعلومه الصغيره اللي يهمني تعرفها؟ الاتش اللي راكبه على
الان حامضيه لوجود الان اللي على الاتش دي بين مجموعتين ساحبتين. ده نمره واحد. نمره اتنين، بعد سحب الاتش الناتج اللي هو هيكون انايون مستقر بالريزونانس. تعال اما افرجك ازاي. احنا طبعا قلنا ان هي في الخطوه الاولى المفروض نحول دي لنيوكلوفيل. هقول لك ازاي بقى بنفعل دي مع بيز. بيز اللي هو صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد. فتيجي البيز تسحب الاتشايه دي. اصل احنا قلنا معلومه صغيره، الاتشايه دي مالها يا دكتور؟ اسيدك. فانا اسحب الاتش دي وتسيب مكانها سالب. فبص منظر المركب اللي طالع، ادي حلقه بنزين وادي دبل بوند وادي ان عليها مين؟ سالب. دي اسمها مين دي؟ ايمايد انايون. طبعا ممكن نركب جنبيها صوديوم، ممكن نركب جنبيها بوتاسيوم. ماله بقى الانايون اللي طالع ده؟ يبقى انا كاني في الخطوه كده عملت اسيد بيز رياكشن. مش احنا قلنا كده؟ كنا قلنا بيحصل في الخطوه دي اسيد بيز رياكشن. الراجل ده ستابلايزد باي ريزونانس. ما انا قلت سببين اللي بيخليه يطلع عشان وجودها بين مجموعتين ساحبتين، والحاجه الثانيه ده هيعمل ريزونانس. تعالى ما افرجك الريزونانس بتاعه. يعني اللي طالع ده ستابلايزد باي ريزونانس اهو. طبعا ما تنساش ان سهم الريزونانس عامل كده، السالب هينزل هنا فالربط تطلع فوق فيدينا شكل عام كده اهو. دبل بوند هنا وسالب دبل بوند اهو. مره تانية بقى السالب يجي هنا فيجي هنا، او بصوره اخرى كان السالب يجي تحت يعني، هيدينا الشكل ده وعليها سالب. يعني كان عمال اقول لك ممكن السالب يجي هنا في السالب يعلو يطلع فوق، او ممكن السالب ينزل تحت في السالب يعلو ينزل تحت. الاشكال دي اسمها مين كده؟ دي اسمها كده ريزونانس ستابلايزيشن اوف انايون. يبقى لما اجي اسالك اقول لك طريقه جبر بتستخدم ماده اسمها مين، تقول لي الماده اسمها فيسالق ايمايد، مش امايد، دي غير الامايد طبعا. فيسالق ايمايد، الايمايد هي ان اتش ما بين اتنين كربونايل. الماده دي اللي اسمها الايمايد خلاص الاتش بتاعتها اسيدك. فلما اسالك ليه يا دكتور الاتش بتاعتها اسيدك، تقول لي والله بسبب حاجتين، وجود الان اتش بين مجموعتين ساحبتين فده بيزود الحامضيه بتاعتها، والحاجه الثانيه بعد ما بسحب الاتش الايمايد انايون ستابلايزد باي ريزونانس. ودي الخطوه الاولى في التفاعل اللي هي انا بعمل اسيد بيز رياكشن وبحول دي لنيوكلوفيل ولسه بقى ههجم بيها على الكالي هالايد. فتعال بقى نتفرج ونشوف باقي الخطوه الاولى كده اللي هنعمل بيها التفاعل بتاعنا. خلاص انت بتدونهم ورايا اهو بتفهمهم. ده كله احنا كاننا شغالين في الخطوه الاولى من الميكانيزم او التفاعل بتاع جابريل سنسزوفامين، اللي هو انا سحبت الاتشايه وادانا الايمايد انايون. هنبدا بقى نعمل ايه بالايمايد انايون؟ هنهجم بيه على الكايل هالايد ار اكس. طبعا الار اكس ده ممكن برايمري، وصلك كده؟ ده هيكون برايمري او سكندري، لكن تيرشري ما ينفعش. ليه تيرشري ما ينفعش؟ اصلا انا همشي بميكانيزم اسمه اس ان 2، في اس ان 2 تحصل على البرايمري والسكندري، ما تنفعصلش على التيرشري. فبص بقى يجي النيوكلوفيلد يروح هاجم هنا اهو، هيطير الاكس ونركب مين؟ ار. ادي ان، مين اللي ركبت يا دكتور؟ ركبت الار. ده كله من هنا لحد هنا، دي الستيب نمره واحد اللي احنا قلنا حصل فيها ايه؟ قلنا حصل فيها اسيد بيز رياكشن، دي اول حاجه، فورمينج ايمايد انايون، كونا الايمايد انايون، act as a nucleophile اتفاعل بال SN2 forming مكونا N alkylated amide. يعني اللي طالع ده اسمه N alkylated amide. ده كله خطوة رقم واحد في التفاعل. ايه بقى الخطوة رقم اتنين؟ بنعمل hydrolysis. hydrolysis للalkylated amide by basic media اللي هي H2OOH، كنا قلنا aqueous base. ايه بقى اللي بيحصل؟ ركز بقى معايا، دي الخطوه رقم كام؟ دي 2 يا دكتور، اللي هي الخطوه رقم 2 في التفاعل. بص، بيتكسر هنا ويتكسر هنا، خلاص يتكسر هنا ويتكسر هنا،
ايه بقى اللي بيحصل؟ تطلع دي في صوره برايمر امين، يعني كان دي هتاخد اتش واتش، ودي تبقى هنا او سالب او سالب. يعني بص هيدينا مين؟ الفيسالا ايمايد. بص بقى جه ده يطلع مين؟ اتكسر المركب بس ركبنا عليه اوهيتين زائد ار ان اتش 2 اللي هي مين؟ البرايمري امين. يبقى الفكره بقى ان الخطوه دي اللي اسمها خطوه مين؟ الهيدروليسز. وانت كده بفضل الله فهمت التفاعل. يبقى التفاعل ببساطه خالص، حتى لو وقفت الفيديو هتركز عليه او تبص عليه في الامثله اللي عندك هتلاقي ان التفاعل جبنا فيسالا ايمايد، دي ثابته بتاعت الراجل ده خلاص بتاع الجبري، فيسالا ايمايد منفعله مع بزنس حبنا اتش، بنحضر انايون، انايون هيجن بيه على الكالايد بيكون برايمر بس كان ما ينفعش ترشري عشان ماشي الميكانيزم اس ان 2، يدينا ان الكايليتد ايمايد. طبعا الخطوه دي كلها بيعتبرها ستيب نمبر 1 في التفاعل. خطوه 2 نعمل هيدروليز، بنكسر هنا وهنا، بنحط الدي اتش 2 في بيجت برايمر امين، وتبقى هنا او سالب او سالب. خلاص ده كان حمض يا جماعه اسمه فيسالك، لو فاكر لو كانت في اتش هنا واتش هنا فالراجل ده اسمه فيسالك. تعالى بقى نشوف اسئله على الحته دي. ايه بقى الاسئله اللي احنا هنقولها الحته دي؟ السؤال بيقول لك ازاي نقدر ان احنا نحضر الامين اللي قدامك ده بتفاعل جبري؟ كان ممكن بيجي سؤال مقالي زمان يقول لك ازاي تحضر الامين ده CH3 CH2 NH2 باي جابريل رياكشن. ازاي تحضر الامين ده بتفاعل جابريل؟ طب ما انت عارف فكره صغيره، تفاعل جابريل، بص خلي بالك من المعلومه الصغيره دي، بيعطي للمركب NH2 بس، ده اللي باخده من جبريل، وباقي المركب بيكون مين؟ RX. يعني ده معناته ان دي كانت الكايل هالايد وال NH2 دي اللي خدناها من جبريل ريجنت. فتعالى نبدا التفاعل كده من اوله، وسامحني لو انا هكتبه لك وما تقولش ان انت بتاخد وقت كتير. ادي الماده بتاعتي، دي الثابته بتاعت جبريل اللي اسمها فيسال ايمايد مش امايد. هنفعلها مع مين؟ مع بيز صوديوم هيدروكسيد او بوتاسيوم هيدروكسيد، تسحب الاتش هي الاسيديك فيدينا ايمايد انايل، اسمها ايمايد انايل، اكت از ايه؟ نيوكلوفيل، هيشتغل بالاس ان 2 رياكشن على الكال هالايد. مين هو بقى الكال هالايد؟ في 2 كربون سي اتش 3 سي اتش 2 بي ار، فده يهجم عليه هنا باك سايد اتاك، فيروح يدينا ان الكايليتد ايمايد. ادي ان سي اتش 2 سي اتش 3 اهي، اسمها ان الكايليتد ايمايد. نعمل لها ايه دي بقى؟ ونحط عليها اكواس بيز. ايه اللي بيحصل؟ هيدروليز، بنكسر هنا وهنا، تطلع البرايمر امين وملح الفيسالك سي او او سالب سي او او سالب. ليه سالب يا دكتور؟ اصل انا بحط صوديوم هيدروكسيد فممكن يركب عليه 2 صوديوم، يعني ده اللي اقصده، زائد سي اتش 3 سي اتش 2 NH2. الله عليا، حضرنا برايمر امين بطريقه جبري. دي مش مكتوبه عندك انت، دي كتبتها او كتبت فكره السؤال، وانت لو فهمها خلاص هي خلصت. طب تعال نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني بقى بيقول ايه؟ بيقول ويتش الكال هالايد نقدر ان احنا نحضره، او السؤال بيقول لك ايه الالكال هالايد اللي حضرنا بيه الامين ده مستخدمين تفاعل جبري؟ التفاعل ده مش محلول عندك. وهو سؤال سهل اصلا يا شباب. السؤال بيقول ايه؟ بيقول مين الار اكس اللي بدات بيه عشان تحضر هذا الامين بتفاعل جبر؟ الموضوع بسيط خالص، هتشيل دي وتحط بي ار، يعني سؤال تافه. هتشيل دي وتحط بي ار، هتشيل دي وتحط بي ار، لان انت فاهم كويس ان تفاعل جبريل بيركب لي على الالكال هالايد ان اتش 2 بس، يبقى انا كنت هشيل ان اتش واحط بي ار، ودي كانت دي اللي تتفاعل مع الفيسالا ايمايد. خلص السؤال ده. نيجي السؤال الثاني. السؤال الثاني جايب لك امثله الامين، وبقول لك مين الامين من دول، يعني من الامثله اللي قدامك اللي يمكن تحضيره بتفاعل جبريل. ما احنا من قبل ما نشرح احنا قلنا جبريل ما بيحضرش غير برايمري امين بس، وكمان برايمري الفاتي مش اروماتي. فاحنا جايبين امثله كده، يعني جا المركبات اهو.
طيب جابريل قال ايه؟ جابريل قال احضر برايمري امين، وقال ايه؟ قال الفاتي. طيب ده برايمري امين اروماتي ينفع؟ ما ينفعش. ده برايمري امين الفاتي ولا اروماتي؟ الفاتي يا دكتور عشان جنبي سي اتش 2 هنا، يبقى ينفع. ده ايه ده؟ سكندري امين، ما ينفعش. طب ما ده برايمري امين، مش ده ان اتش 2 كده برايمري امين، بس الكربونه دي فيها بالكنس، فيها زحمه، ما ينفعش. ليه؟ لان ما تنساش ان جابريل هيشتغل كنيوكلوفيل ويعمل باك سايد اتاك، هيهجم ازاي على الكربونه دي؟ خلاص يبقى الكربونه دي مش هتنفع، على الرغم ان الامين ده برايمري، لكن الكربونه دي مش هتنفع لان الكربونه دي فيها زحمه. يبقى جابريل بيتحضر من برايمري امين، بيحضر اسف برايمري امين الالفاتي بس. والحاجه الثانيه لازم الالكايل هالايد اللي هاجم عليه تكون السي مش حواليها زحمه زي المركب ده، على الرغم ان هو برايمري امين، الا انه ما ينفعش يتحضر بجابريل عشان السي اللي انا هاجم عليها في الاس ان 2 فيها زحمه. ما تنساش ان الفيساله ايمايد بتاعت جابريل نفسها مسحومه كلها زحمه. وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى اكون خلصت من الفيديو ده اللي بتكلم بيه على تحضير الامين بتفاعلات النيوكلوفيليك سبستيتيوشن، وشرحنا طريقتين وانت عرفتهم ودونتهم ورايا. دايما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.